بسم الله الرحمن الرحيم. هذا بعض التمارين السريعة على الأري حتى نسترجع ونذكر بعض المعلومات. طبعا عندك كل واحد من الأسئلة اللي قدامك هذه، عفوا كل واحد من الأسطر اللي قدامك هذه في تعريف للأري، والسؤال هو ما هي الأخطاء اللي موجودة في كل سطر من الأسطر، إذا كان طبعا فيه أخطاء. إذا كان ما في أخطاء فإن السطر صحيح، يعني هل السطر صحيح أو خطأ، وليش؟ إذا كان في خطأ إيش الخطأ وإيش التصحيح؟ طبعا ما نفترض حنا أن هذه يعني برنامج واحد، لكن كل واحدة منفصلة، يعني ممكن يعني مثلا ممكن أحط بينها خطوط حتى يعني مثلا نقول إنه هذا والله هذا ممكن يعني تكون في برنامج، الجزء هذا يكون في برنامج، الجزء هذا يكون في برنامج، وهكذا. طيب، ف خل افصله بس بشكل سريع حتى انه طيب الان خلينا نشوف ايش الاخطاء. ابغاك تفكر معي قبل ما توقف الفيديو، تفكر في كل واحد. مهم جدا هذا التمرين لك، يعني مهم جدا انك تعرف الخطا الموجود في كل سطر قبل ما اني انا اشرحه. فخلينا نشوف السطر الاول. اول شيء، هل السطر الاول فيه خطا ولا لا، وايش هو الخطا؟ وقف الفيديو فكر وبعد كذا كمل الفيديو، خلينا نشوف. طيب، السطر الأول فيه خطأين. أولاً كان الواجب التعريف هنا ناقص فيه القوسين حقات الأري، الواجب أن يكون فيه قوسين حقات الأري، قوس الأيسر وقوس الأيمن. هذا الخطأ الأول. الخطأ الثاني عندنا أنه هنا ما يستخدم هذه، أرجو أنك ما تلخبط مع طريقة تعريف الأوبجكت. فهنا الواجب أن نقول قوس معقوف بالشكل هذا وقوس معقوف بالشكل هذا. إذن في عندي خطأين، وهذه تصحيح الخطأين. هنا نسينا الأقواس المعقوفة بعد كلمة أنت، طبعا ممكن تحطها يعني بعد كلمة أنت أو بعد أي زي ما قلنا، بس يفضل أنه يكون بعد كلمة أنت. وهنا المفروض انه يستخدم اقواس معقوفه وليست وليس الهلالين، يعني تستخدم البراكتس وليس البريسز. طيب خلينا نشوف السطر الثاني، هل السطر الثاني فيه خطا ولا لا؟ اذا كان فيه خطا ما هو الخطا؟ فكر معي مره ثانيه ونرجع. طيب، فعليا السطر الثاني صحيح، وممكن تتاكد من الكلام هذا انك تعرفه في اكليبس مثلا وجرب تشوف هل هو صحيح ولا لا. طبعا هنا اختار انه يضع الاقواس بعد اسم الاري وليس بعد الداتا تايب، وهذا شيء صحيح زي ما قلنا، هذا من بقايا او من الاشياء اللي ورثتها لغه الجافا من لغه سي وسي بلس بلس، ولكن الافضل انك تضعها بعد كلمه دبل. لكن على كل هذا حسب الجرامر حق الجافا، هذا التعريف للاري صحيح، يعرف الاري من نوع الاليمنتس اللي فيها من نوع دبل وحجمها 30. طيب ننتقل للسطر الثالث، فكر معي وبعد كذا ارجع للفيديو. طيب، السطر الثالث فيه خطأ، وهو الخطأ هنا الجزء هذا من السطر الثالث. هذا طبعا خطأ كان المفروض أولا طبعا ما في شيء اسمه نقطتين هنا ولا تضع الأرقام هذه. بكل بساطة إذا كنت تبغى الأري يكون حجمها 30 فإنك فقط تضع قوس كذا وقوس كذا وتضع بينهم 30، وهذا الجزء كله جزء خاطئ. البقية صحيحة، عرف الريفرنس بشكل صحيح والإسناد بشكل صحيح ونيو كل شيء. طيب ننتقل الآن للسطر هذا، هل في خطأ ولا لا، وإيش هو الخطأ؟ طيب مرة ثانية، نفس الشبيه بالخطأ اللي موجود هنا والخطأ اللي موجود هنا، والمقصود منه أنك تتأكد بس ما تلخبط بين الأري وبين الأوبجكت، لأن الأوبجكت دائما يستخدم البريس عفوا الهلال اقواس الهلالين، بينما عندنا هنا في الكلاس نستخدم البراكتس، عفوا في الاري نستخدم البراكتس. فاذا بدلا من الاقواس هذه المفروض انه يكون هنا في قوس كذا قوس كذا، زين هذا الشيء الاول. والشيء الثاني لابد يكون في حجم، لابد انك تضع السايز حق الاري بين الاقواس، هذا شيء مهم جدا. يعني هنا هو وضع السايز
بس انه اخطا وضع قواس البريسز وليس البراكتس. زين هنا العكس، وضع الاقواس يعني وضع الاقواس البريسز ونسي حتى السايز، يعني خطاين شو اسمه، ليس خطا واحد زي ما هو الوضع هنا. فاذا هنا المفروض نضع السايز، طبعا ما ندري كم السايز لكن لازم تضع هنا حجم معين، ممكن تقول 10 مثلا. زين فاذا طريقة، طبعا مرة ثانية الجزء هذا صحيح، الجزء هذا صحيح، ما في أي مشكلة، فقط المشكلة هنا في الجزء هذا. طيب خلينا نشوف الأخير هنا، هل في خطأ ولا لا، وإيش هو الخطأ؟ أعطيك فرصة ونرجع للفيديو. طيب فعليا هو فيه هنا خطأ، الخطأ هو أنه حجم الأري هنا ناقص 10. طبعا المشكلة هنا أظن أنه لما تجرب في إكليبس ما راح يعطيك إيرو، أظن والله ما أدري إذا كان فيه، يعني ممكن لأنه إكليبس كل ما يتطور ممكن يكون وضعوا فيه يعني صار أذكى شوي، لكن على كل يعني برمجيا من ناحية سينتاكس الجرامر أنت وضعت إنتجر هنا فما في مشكلة بالنسبة للجافا كسينتاكس، لكن المشكلة أنه لما يجي أثناء التنفيذ البرنامج هنا هذا ران تايم ايرور، لما ينفذ البرنامج يحاول يسوي اري حجمها ناقص 10، طبعا واضح انه هذا لوجيكال ايرور يعني او ران تايم ايرور يعني خطا منطقي، يعني منطقيا لا يمكن تكون الاري حجمها ناقص 10. زين اذا المبرمج اللي كتب الكلام هذا قد يكون اخطا وضع علامه السالب خطا، فاذا حتى نصحح نشيل علامه السالب هذه فتكون نكتبها مره ثانيه تكون بالشكل هذا، بالطريقه هذه يكون البرنامج صحيح بشكل كامل. انا ابغى اضيف وحده هنا، خلي اضيف وحده اضافيه تحت ونشوف هل هي خطا ولا لا. ونفرض انه المبرمج قال لك char، او مبرمج كتب بالشكل هذا char مثلا c gets new int of 100. مرة ثانية فكر معي هل هذا في خطأ ولا لا، وإذا كان في خطأ إيش هو الخطأ. طيب هنا طبعا في خطأ لأنه إحنا عرفنا الريفرنس الأري من نوع char، يعني إذا النوع اللي عندنا اللي إحنا عرفنا الريفرنس هو char، بينما لما جينا نسوي creation للأري ونحجز المكان في الذاكرة حجزنا int. يعني هنا هذا طبعا في مشكلة، فأرجو أنك تنتبه للخطأ هذا، يجب أن تطابق data type حق الريفرنس مع أو يتوافق، خلينا نقول يتوافق كلمة أدق، data type حق الريفرنس مع data type هنا لما تيجي تسوي العملية allocation memory allocation أو creation للجافا أو حجز الري في الذاكرة. طيب راح أضيف لك برضو واحدة إضافية أخيرة، خلني أمسح الجزء هذا. زين أضيف واحدة أخيرة، خلينا نشوف إذا كانت صح ولا خطأ، وهذه الأخيرة يعني شوي تريكي، يعني لو قلت int مثلا i gets new double of 10، والعكس لو قلت double مثلا d gets new int of 10. احنا شفنا قبل كيف انك ممكن تسند قيمة int الفاريبل من نوع double، ولكن ما تستطيع انك تسند قيمة double الفاريبل من نوع int. يعني اذكرك انا لو كان عندي، خلينا ناخذ المساحة هنا، لو كان عندي int x gets 3.5 هذا خطأ لأنه غير متوافقة، ما يمكن تسند double int الا لو سويت casting، لكن لو قلت double x gets 3، زين هنا 3 integer value والx double هذه صحيحة ما في مشكلة. سؤال الآن، هل ممكن تسوي نفس الشيء هذا في الأريز ولا لا؟ هل في خطأ ولا ما في خطأ؟ طبعا لا، كل الثنتين راح يعطيك error. لو جربها في الإكليبس كل الثنتين راح تعطيك error وما تستطيع أنك تسويها، راح يكون في عدم توافق بين data types. طيب خلينا نشوف سؤال برضه ثاني، وهو يقول لك صح أو خطأ. نختم إن شاء الله الفيديو بالسؤال هذا.
صح وخطأ كل واحدة من العبارات الموجودة قدامك هذه. العبارة الأولى تقول لك every element in an array has the same type، كل عنصر في الأري له نفس النوع. هل هذه العبارة صحيحة ولا لا؟ فكر معي وشوف وش رأيك. طيب فعليا العبارة هذه صحيحة، كل عنصر في الأري إما تكون الأري كل الإلمنتس اللي فيها integers، أو تكون الأري كل الإلمنتس اللي فيها double أو char أو أيا كان. إذن الأري هي عبارة عن تجمع لمجموعة من الإلمنتس، مجموعة من القيم اللي من نفس النوع. هذا شيء مهم جدا 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 في الأري، تجمع لمجموعة من القيم من نفس النوع. طيب السؤال اللي بعده يقولك the array size is fixed after an array reference variable is declared. يقولك بعد ما أنك تعرف ال reference variable فإنه حجم الأري يكون ثابت. زين لاحظ الفرق بين طبعا هنا يقول لك the array size is fixed after it is created. فلاحظ الفرق بين الكلمة هنا created وهنا declared. احنا ذكرنا دائما انك لما تكتب الشيء التالي تقول مثلا لما تقول تقول int a هنا هذا declaration. زين declaration لما تقول int a gets new int انه هذه عملية الكرييشن. اذا ما قال لك هنا ديكلاريشن وكرييشن كل واحدة منهم هذه الديكلاريشن وهذه الكرييشن، فهو يقول لك هنا يقول لك انه حجم الاري يكون ثابت بعد ما نسوي الديكلاريشن للريفرنس حق الفاريبل. هنا يقول لك حجم الاري راح يكون ثابت بعد ما اننا نسوي كرييشن للاري. هل اي واحدة من هذول صح او خطا؟ هل كلهم صح هل كلهم خطا؟ فكر شوي وبعد كذا ارجع شوف الجواب. طيب فعليا فانه هذه العباره الاولى هذه خاطئه. لما نعرف ديكلاريشن الاري فان ما فقط عرفنا الريفرنس ما 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 حجزنا مكان في الذاكره، فذلك الحجم غير غير محجوز. بينما هذه صحيحه انه اول ما تحجز الري من نوع انت حجمها 10 خلاص لا يمكن تغير حجم الري، حجم الري ثابت 10 لا يمكن يتغير. هذا قاعدة لازم تضعها في بالك. لما تحجز array فيها 10 elements أو 10 عناصر خلاص هذه array فيها 10، تبغى array فيها 12 عنصر لازم تحجز array جديدة، لازم تسوي creation array جديدة. زين طيب السؤال الأخير يقولك the elements in an array must be a primitive data type، يعني العناصر في الأري لازم تكون primitive data type. احنا عرفنا قبل primitive data type اللي هو data type data types الأساسية اللي هي int double char بوليان الديت تايبس هذه، يعني معنى انه ما يمكن يكون فيها اوبجكتس. هل هذا صحيح ولا لا؟ طيب الكلام هذا خاطئ. فعليا فانه ممكن نضع في الاري elements يكون references من نوع references الاوبجكتس. ذكرت الكلام انا هذا قبل في الفيديو. ان شاء الله راح نشوف في فيديوهات قادمه كيف نسوي array of objects يكون ما تخزن لي integers او doubles او كذا، لا تخزن لي objects. هذا ممكن وذكرت انا الكلام هذا، عطيت لمحه عنه لكن راح نذكره ان شاء الله بتفصيل اكثر.